السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد قناوي المحامي. احنا هنبدأ النهاردة في شرح بسيط لاستخدام بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية، واستعراض طرق البحث في البوابة للوصول إلى النتائج بأسرع وقت ممكن. هنتنقل دلوقتي لصفحة الكمبيوتر، أول حاجة الصفحة البار كده بيكون موجود، هنكتب اسم الدومين بتاع الموقع، هو سهل جدا جدا، لو من قانون ايجي من مصر دوت نت، لو ايجي دوت نت. بدأنا في الموقع على اي حال واضح جدا انه بيستهدف فكرة انه اعرف اليوزر والمستخدم بكمية الداتا اللي موجودة في الموقع، مش نخبي الداتا وبعد نظهر عناوين وبعد كده، لا، احنا بنبين بوضوح حجم الداتا الموجودة في الموقع. الشاشة دي احدث 10 قوانين بيظهروا فيها، بوابة احكام الدستورية احدث 10 احكام بيظهروا فيها، جريدة رسمية أحدث 10 أعداد من الجريدة الرسمية بيصروا فيها، وبعد كده الباقي بيخش في الداتابيز، وكذلك الوقائع المصرية، عندنا أحكام النقض، عندنا أحكام إدارية عليا، وعندنا كمان فتاوى مجلس الدولة. نبدأ الأول في الاستعراض. نستعرض مثلا في بوابة أحكام محكمة النقض، نقدر جدا في الاستعراض نقول به مثلا أو ألف أي حاجة، ده بالاستعراض. ألف تجيب لنا كل الموضوعات اللي تحت ألف زي إتلاف أجانب أو أحداث وغيره. التصنيف ده هو تصنيف المكتب الفني لمحكمة النقض، احنا ما عملناش فيه حاجة، احنا كل القصة ان احنا استخدمنا تصنيفات المكتب الفني واعتمدناها في البوابة. فعلى إيجار، دي المبادئ الرئيسية في الإيجار، كل دي المبادئ الرئيسية. طبعا الحكم كامل أقدر أوصل له، دي المبادئ الرئيسية في الإيجار، وتحت المبادئ الفرعية كل حاجة برضو، مبادئ رئيسية ومبادئ قتل، مبادئ رئيسية ومبادئ فرعية، أثار مبادئ رئيسية ومبادئ فرعية، إثبات مبادئ رئيسية ومبادئ فرعية. دي المبادئ الفرعية في الإيجار. لو دخلنا مثلا إيجار الأماكن، هنلاقي مبادئ رئيسية في إيجار الأماكن وكل تفصيلة فرعية في إيجار الأماكن، المهجرون، خلو الرجل، مقدم الإيجار، غرف الخدم، تأجير أي مكان. ده إحنا مش مخترعينه يا زملاء، ده نفس التصنيف المكتب الفني. مثلا أنا مهتم بمقدم الإيجار، على أي حال بخش مقدم الإيجار ألاقي الأحكام المتعلقة بمقدم الإيجار، وممكن ألاقي لي فرعي، يعني ممكن ألاقي للفرعي فرعي آخر، الإقامة، الهدم، إعادة البناء على سبيل المثال، ما يتعلق به من أحكام، من كل أحكام محكمة النقض. عايزين نشوف برضو حاجة مهمة، عدد أحكام محكمة النقض. لو ضغطنا يبحث كده وضغطنا فاضي هنا، دي أول صفحة في أحكام النقض اللي موجودة عندنا من الأحدث للأقدم. اضرب 50 صفحة في الرقم ده، هتلاقي ده عدد أحكام النقض اللي موجودة من أيام موسوعة الباش كاتب محمود أحمد عمر قبل محكمة النقض، 695 صفحة. وعايزينكم في الأيام القادمة تتابعوا معانا زيادة عدد هذه الصفحات مع بداية التحديث. كمان ده بحث الموسوعات، يعني مش مبادئ، موسوعات. يعني مثلا عايز أشوف موسوعة الإيجار، إيجار نفس القصة، بدل ما نوصلها باستعراض هنوصلها بسرعة بالبحث. هنا نفس موسوعة الإيجار اللي كنا فيها، أو موسوعة الضرائب مثلا، ضرائب اسمها كده في تصنيفات المكتب الفني، ضرائب مش الضرائب، أدي الضرائب، أدي الرئيسي في الضرائب، وأدي الفرع في الضرائب، كل تفصيلة فيما يتعلق بالضرائب، سواء ضريبة الدم، ضريبة الدفاع، والضريبة، تهرب الضريبة، الربط الإضافي، كل حاجة، أي تفصيلة في الضرائب هتلاقيها هنا. يعني أنت لو حبيت تطبع موسوعة خاصة بالضرائب من هنا محتاج كتاب من 20-30 ألف صفحة على الأقل. هنا تحت الصفحة دي منفصلة عن اللي فوق، دي صفحة ودي صفحة، تقدر تحرك في اللي فوق واللي تحت ثابت أو العكس. عايزين نقول تاني إنه في الاستعراض، إحنا لسه دلوقتي في الاستعراض، حتى إحنا مثلا عاملين لرؤساء محكمة النقض صفحة خاصة، يعني دي ده عبد العزيز باشا فهمي أو الرئيس لمحكمة النقض، تقدر تضغط هنا. طبعا ده يعني حاجات أرشيفية تاريخية، إحنا يعني يمكن في الشغل ما نحتاجهاش كتير،
لكن بالبحث هتكون أسرع. رئيس محكمة النقض عبد العزيز باشا فهمي ليه 21 صفحة أحكام في 50، ثم يتوالى كل حد صدر حكم باسمه كرئيس لمحكمة النقض. عبد باشا فهمي، كامل إبراهيم بيك، إبراهيم السعد الظهيري، مراد وهب باشا، محمد، وهكذا وهكذا لحد آخر حاجة، حد آخر رئيس عندنا. طبعا الأسماء دي هتتغير أول ما تبدأ التحديث وننزل رئيس جديد لمحكمة النقض، اسمه هيبقى هنا، ثم 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 إلى آخر، حد آخر يوم. نفس القصة فيما في بالمناسبة في مجلس، في مجلس الإدارية العليا نفس القصة، السيد علي السيد أول رئيس، وبعد كده كل الأسماء اللي شايفينها. وما يحدث في محكمة النقض سيحدث هنا. أنا شخصيا كحد عامل الموقع بستخدم فورا محركات البحث، فورا محركات، ما ببصش هنا، ما ببصش هنا. على سبيل المثال أدي باحث النقض، بخش من هنا على طول باحث النقض، إما أبحث في الموسوعة وإما أبحث في كونتنت الحكم، حتى لو كلمة مش قانونية مثلا زي مدرسة مثلا، دي مش كلمة قانونية، أقدر أقول له هات لي الكلمة دي أينما وردت في أحكام محكمة النقض، أدي أول حكم طلع، نضغط كنترول اف ونكتب مدرسة، تمام. وده بيوريك انه اي شيء، لانه طالما الكونتنت كله وورد زي ما انت شايف، اي شيء في الكونتنت ده يمكن ان يكون محل للبحث، يعني عدد الكلمات في الاف الاحكام دي كل كلمة تستطيع ان تكون محل للبحث. ده يفيدنا بايه؟ ده يفيدنا مثلا لما حد يسألني يقول لي تغيير نشاط في عقد الإيجار، تغيير نشاط المحل التجاري في عقد الإيجار، هتبقى سهلة، إيجار محل تغيير نشاط، بس كل الكلمات في ثانية توصل للمعلومة، في ثانية توصل للمعلومة. مثلا على سبيل المثال أمامي أي مادة في القانون، أي مادة تخيلها، أي مادة، طالما كل المواد دي كانت عرضة أن تطرح على القضاء وتطرح على محكمة النقض ستجد لها نتيجة. مثلا المادة 20 من قانون المرافعات، كامل الجملة هنا أن هنا العبارة منضبطة، لما تكون العبارة منضبطة، أنت حطيتها منضبطة تختار كامل الجملة. أي حكم من هذه الأحكام نبحث في كنترول اف تاني ونكتب 20 عشان نشوف جت فين. المادة 20 من قانون المرافعات، انا عايز اقول لو انت بتبحث عن موسوعة في المرافعات وبتشرح مادة 20 من قانون المرافعات، هتلاقي الموسوعة دي بالكتير حاطة حكم او اتنين او تلاتة، دي كل الاحكام الخاصة بالمادة 20 من قانون المرافعات. ولما ندخل حكم النهاردة ردد ذكر هذه المادة هيكون هنا، بمعنى ان الصفحة دي دائما تزيد حسب ادخلنا للبيانات. مش بس كده، نقدر هنجرب حاجة جنائية، يعني المادة 455 من قانون، انا بدي امثلة الاجراءات، كامل الجملة لان المادة منضبطة لازم تكون النتائج هنا اتكلمت عن المادة 455. لو عملنا كده وقلنا 455، المادة 455 من قانون الإجراءات، ممكن تطلع مرة تبقى مكتوبة مرة من قانون الإجراءات، عشان كده طلعت هنا لأنها مكتوبة 455 من قانون الإجراءات. هنا المادة 455 إجراءات، هي طلع عشان دي مش عشان دي، تمام. أيضا حد مثال لاستخدام هذا البحث، أنا عندي قضية كمحامي مثلا، مأمور الضبط القضائي ضبط سيارة، ضبط حد وفتشه، ما لقاش المطلوب تفتيشه، معاه مخدر، فخد منه مفتاح السيارة وفتش السيارة، وجد فيها مخدر أو ما وجدش، دي مش قصة، لكن أنا عندي قضية بالمعنى ده. ممكن أبحث بطريقتين، إما أن أنا أقرأ موسوعة التفتيش من هنا وابدأ اقرا بقى، وابدأ اقرا الرئيسي في التفتيش والفرع في التفتيش، بعد كده كل حاجة في التفتيش
تفتيش الوقائي تفتيش. طب انا كده هتعب. لا، محرك البحث اللي تحت ده بغوص في الاحكام. انا ممكن اقول له هنا تفتيش مخدر مفتاح السيارة، عشان يغوص في الأحكام ويجيب لك الأحكام، محكمة النقد اللي جابت الكلمات دي. كامل الجملة ما تنفعش، يبقى لازم كل الكلمات، وابحث جاب لك الأحكام دي، بدل ما كنت هقرا في التفتيش آلاف الصفحات وآلاف الموضوعات مباشرة. هنبحث عن كلمة سيارة على سبيل المثال هنا، سيارة واضحة. ده ينطبق على أي حاجة، ينطبق في المدني، ينطبق في الجنائي، ينطبق في أي حاجة ممكن تتصورها. يعني أي دفع مثلا، في دفع بعدم الاختصاص ده أظن منضبطة. فنخليها كامل الجملة ونقرأ ونشوف الأحكام. لازم يكون جاب هنا دفع بعدم الاختصاص، مش لا يخطئ، دفع بعدم الاختصاص. انا بس عايز اقول انه لما ابحث في حاجه مثلا زي ايجار تغيير النشاط، علشان اضيق نتائج البحث فاقول له ابحث لي في الاحكام المدنيه والتجاريه، اضيق نتيجه البحث. ايجار تغيير نشاط، لا، لان الكلمه في كلمه غلط. يعني احنا جبنا نتائج فيها دلوقتي لان احنا اعتمدنا على اللي كان ايجار تغيير نشاط. دي قلنا كلمات ابحث، دي النتائج. بس انا قايل في كل احكام محكمة النقض. انا لما اكون ببحث في المدني يستحسن اقصر الامر على البحث في المدني عشان ما يجيبليش نتائج اخرى. دي الاحكام اللي في المدني اللي تعلقت بتغيير نشاط في المحل لعين المستأجر. تمام. البحث هنا في كل الأحكام أكتر من 400,000 صفحة. هنا كل كلمة في الجنائي وفي المدني وفي الأحوال الشخصية تستطيع أن تكون محل البحث. طلاق، شهود. طبعا لو عملت كده مش هتيجي نتيجة، فممكن لازم اخليها حول شخصية او اسيبها الكل. كل حكم صادر من الاحوال الشخصية في كلمة شهود. ده انا ممكن اقول يعني احدد اكتر، اما لا احكام كتيرة اضيف كلمة اكتر. زي الاخوة مثلا، الشاهد لما يكون اخ مثلا، ممكن تكتب كده الاخوة، ممكن تكتب بالاخ، ممكن تكتب الابن، لو جم كشهود وتطلع لك نتائج بحيث توصل على الموضوع بطريقة أسهل. عايز أذكر مرة أخيرة، كل قانون في مصر مش هقول المدني والمرافعات والإجراءات لأن دي قانون رئيسية، كل قانون في مصر دخل محكمة النقض باسمه أستطيع هنا أبحث عنه بالمادة المتعلقة به. أنا هقول مثلا نقابة المحامين في محكمة النقض، ده اسم منضبط، جملة منضبطة، يبقى كامل الجملة. ولازم أقول هنا الكل، أو المدنية الأحكام المدنية، وأقول له أينما ذكرت نقابة المحامين في حكم هاته. عايزين نتأكد من البحث نقابة المحامين، المظللة دي ودي نقابة المحامين. واضحة؟ نفس المسألة فيما يتعلق بالبحث في الإدارية العليا، نفس الطريقة. هذه محرك البحث في الإدارية العليا، أقدر أقول له مثلا، أقدر أشوف هنا قرار، موسوعة القرار، قرار إداري، يعني قرار إداري، ده الرئيسي في القرار الإداري. نفس الطريقة، ده الرئيسي في القرار الإداري، وده الفرعي في كل تصنيفه في القرار الإداري. معاد الطعن فيه، رقابة المشروعية، القرارات المفصلة، مراقبة أسباب القرار، شكل القرار، إلغاء القرار، انعدام القرار، نهاية القرار، كل حاجة يكون تحتها الأحكام
ان شاء الله حكم واحد، لانه احنا معتمدين نفس الفلسفه اللي عملناها في النقضه عملناها في الاداريه العليا. يعني حد مره يقول مثلا دعاوى خاصه مثلا ببدل اللي هو في المعلمين اظني مش فاكرها، اي عموما اي دعوه ممكن تتصورها في القضاء الاداري، مش هنقول الغاء لان الغاء مال الدنيا يعني، بس خاصه على سبيل المثال مثلا حد مره قال لي انا ليا مكافاه ارشاد، وما كنتش اعرف يعني ايه مكافاه ارشاد، ففهمت لما تبقى مكافاه ارشاد خاصه بالجمارك او غيره يبقى المنازعه تكون اداريه. فجيت هنا كتبت مكافاه ارشاد عشان افهم كامل الجمله، هات لي مكافاه ارشاد، ادي مكافاه ارشاد. فافتهمت ان جمارك مكافاه ارشاد مناطق استحقاقها تاريخ وفهمت ان ده جاي من الماده 131 من قانون الجمارك الصادر وتعديلاته بقرار رئيس الجمهوريه رقم كذا، ان كل حد بلغ عن ضبطيه خاصه تستحق عنها جمارك يعني ليه نسبه في الارشاد. ففهمت الموضوع في ثواني. يعني استطيع ايضا انه ابحث عن الحكم باسم قاضي اصدره، يعني انا لو قاعد في قاعده على سبيل المثال في محكمه النقض، ادي باحث محكمه النقض، كنا في قاعده كده فحد قال ده 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 ده, ده الغرياني والبسطويسي عاملين حكم متميز في جريمه الزنا. انا ما اعرفش حاجه غير كده، يعني ما سمعتش جمله تدل لي على الحكم الا الغرياني والزنا، كل الكلمات طبعا. فراح جايب لي الحكم اللي اصدره محمد سعيد الغرياني، اثبات جريمه الزنا مناط تحقيقها مجرد تواطؤ المتهم في محل، مجرد ان نعرف اسم او كلمه او حاجه اي حاجه ممكن استدعي الحكم الخاص بي. درت محركات البحث في البوابه هي الدستوريه العليا، ده محرك بحث الدستوريه، وده محرك بحث مش موجود زيه في مصر، فيش موقع حتى محكمه الدستوريه مش عامله هذا المحرك. بحث الدستوريه اقدر اقول له مثلا عايز القانون 17، وممكن اقول له قانون لسنه 83 اللي هو قانون المحاماه مثلا على سبيل المثال، ادي سنه 83 هات لي احكام عدم الدستوريه اللي عليه اضغط. دي كل الاحكام اللي صدرت خاصه فيما اللي صدرت بعدم دستوريه مواد في قانون المحاماه. طب افرض انا مش عارف رقم القانون، انا مش عارف 17، مش عارف 83، فببساطه جدا اصفر الحاجات دي وامسح دي واتذكر اي كلمه من القانون، لانه قانون بشان 17 لسنه 83 بشان قانون المحاماه، ادركت بكلمه من اسمه المحاماه، لا مكتوبه غلط وبالتالي مش هتجيب بحث المحاماه، واجي هنا اقول له عدم دستوريه وهات لي. دي نتائج خاصه لو انا مش عارف اسم القانون او عارف مش عارف رقم قصدي. اقدر بسرعه اي ماده رقمها 10 في اي قانون واخد عن الدستوريه اقول له هاتها. عايز اعرف تاريخ الدستور لاي ماده، المواد الاحكام اللي تعلقت بعدم الدستوريه عدم القبول اقول الكل، فاعرف تاريخ الدستور لهذه الماده. طبعا انا اقدر احدد القانون والسنه عشان اضيق نتائج البحث، ده التاريخ الدستوري للماده 10. عايز اجيب جمله منضبطه في احكام الدستوريه بترددها زي مبدا المشروعيه زي المبادئ الدستوريه اللي احنا عارفينها، نكتبها هنا والكل ونجيب النتيجه. في الحقيقه ده يعني استطيع ان اقول ده اكبر موقع في مصر بلا منازع يتعلق بالمعلومات القانونيه، اتمنى ان يكون مفيد لكل الزملاء المحامين. شكرا جزيلا.